السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة حلوة قوي الذكاء الصناعي شات ويز اني بي دي اف. ارفع اني بي دي اف عندك اي كتاب وتناقش فيه مع الذكاء الصناعي، يعني هتسأله والإجابة هتبقى من خلال البي دي اف اللي انت رافعه. يعني هقول له دروب بي دي اف هير او هدوس عليه وابدا ارفع اي ملف عندي بي دي اف. وليكن مثلا هرفع الملف دوت، فبيبدا ان هو ممكن نقول له لخص، بيقول لي اهم النقط اللي موجوده. ممكن اقول له اسمه ده ذا بي دي اف، فبيقول لي ان هو بيتكلم على انترفيو مع بين مانجر اللي هو انا، خبره اكتر من 10 سنين، عمل كذا 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 كذا. تبدا بقى تساله عن حاجات جوه الملف دوت، هو يبدا يجاوب عليها. تمام، يعني بدل ما تقرا الملف كله ممكن يلخصه لك، ممكن يجاوبك على سؤال، ممكن بتدور على معلومه معينه. ولكن ممكن تكون مثلا محامي وعندك كتب قانون كتيره، فترفع الملفات القانونيه دي وتقول لهم والله انا عندي قضيه كذا 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 ومش عارف انا قانون، وده فعلا قاضي عملها في احد الدول، كان عنده قضيه ومش قادر يحكم فيها، فاستعان بالذكاء الاصطناعي فقال له خلي بالك ان في ماده في القانون بتقول كذا كذا كذا. طيب الدكاتره ممكن تقول لك طب انا هدي واجب ازاي اذا كان كل الطلبه هتجاوب؟ ادي له واجب وهو يبدا يجاوب عليه، وقول له تعالى لي بقى انا خلاص الاجابه دي عايزك تناقشني فيها، عايزك تطلع لي الاخطاء اللي اتقالت، عايزك تطلع لي المزايا اللي موجوده، عايز تقول لي ايه الحاجات اللي كانت ناقصه في الاجابه ديت. يعني خلاص احنا موافقين على الاجابه بتاعتك، لكن محتاجين ان انت تناقش معانا الحاجات ديت، ويبقى نقاش مفتوح مع الطلبه. ممكن واحد مثلا يقول والله لا ده انا مختلف مع ده، فده بيقوي التفكير. يعني خلاص ما تاخدش الكلام مسلم بيه، ناقش مع الدكتور بتاعك، ناقش مع الطلبه، ناقش مع زمايلك في الاجابه اللي موجوده. الاجابه دي هتبقى هي محور البحث، هل فعلا الكلام ده مظبوط ولا لا. يعني ممكن مثلا نكون بنتكلم على الدوله العثمانيه، فهو ليه راي معين، هل الراي صح ولا غلط؟ والله انا عندي دليل كذا. ممكن يكون الذكاء الصناعي مركز على نقطه معينه او متغذي مع نقطه معينه، نبدا ان احنا نناقشها. ممكن نظريه التطور هو اديها لي ملخص ليها، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ نبدا نتناقش فيها ونحاول نوصل لافضل نتيجه.